معايا 3 كوبايات من الدقيق، تمام؟ عليهم 3 ارباع كوباية سكر بودرة منخول، 3 ارباع يعني ربع وربع وربع، 3 ربع 3 ارباع كوباية سكر بودرة منخول. معايا بيضتين، رشة ملح، معلقة صغيرة من الفانيليا، هنحتاج طبعا مربى مشمش، معايا صفار بيضة أو حتى بيضة كاملة كده مخفوقة، عليها معلقتين من اللبن علشان ندهن الوش بس بتاع الباستا فلورا، هنحط لها برضو رشة فانيليا قبل ما ندخلها الفرن. بس خلاص، وصفة بسيطة. هنجيب هنا كده بولة ونحط الدقيق أول حاجة، وفين الملح؟ أهو رشة ملح مع الدقيق، ومعايا بيضتين، احتمال نحتاج مع العجينة واحنا بنلمها، معلقتين 3 معالق بالكتير من اللبن عشان تتفرد معانا كويس. حطينا كده بيضتين، كان المفروض اخفقهم الاول بس انا نسيت، بس احنا ممكن نجيب شوكة، مفيش شوكة جنبي. طيب اخفقهم كده بالمعلقة، بيضتين، نحط لهم الفانيليا، تمام، وكمان السكر، سكر البودرة، ونعجن بقى الكلام ده كله مع بعضه. ومعانا اللبن عشان هنشوف هنحتاج قد ايه من اللبن عشان تتلم معانا العجينة وتبقى عجينة ايه حلوة جدا للباستا فلورا. باستا فلورا دي تارت كده جميل بعجينة بسيطة، وبنحط له مربى مشمش، مناسب قوي للجو اللي احنا فيه، كل واحد ياخد له حتة كده حلوة قوي. وصفة سهلة كمان. الصورة كده، نحط اللبن كله هنا كده معايا، نحط ونعجن لغاية لما العجينة تلم معانا باللبن. بس خلي بالك ما تكتريش قوي، يعني ما تقوليش لا ده لسه ما لمتش فتدلقي ده الأجام ده، لا خلي بالك. كده اهو لغاية لما تتلم معاكي. كده هي لسه محتاجة لبن، بس انا برضو ايه بدي نفسي فرصة ان انا المها علشان ما احطش لبن كتير. خلي بالكم الحكاية دي. ايه خلاص اهي، لما هي وظريفة جدا اهو، معلقة كمان صغنونة وخلاص. بس كده هنلم كل بقى اللي في الطبق ده، وقبل بقى ما افردها ولا اي حاجة هفرد القرمة بتاعت العجين علشان اعجنها كده عجنة كويسة قبل ما افردها. نشيل الحاجات دي كده على جنب، ونفتح القرمة بتاعت العجين الظريفة، رش الدقيق كده خفيفة قوي كده اهو. شكرا يا استاذة. خلاص عجينة الباستا فلورا جاهزة 100 100. بس
انا بعملها كده عشان تتفرد معايا بس كده بسهوله ان شاء الله. بس معايا بقى ايه صينيه اللي انا هعمل فيها. إيه ممكن تعمليها في صينيه بايركس زي اللي انا محضراها قبل ما نطلع، وانا معايا الصينيه الظريفه دي مفيش مشكله خالص. هندهنها دهن زيت خفيف جدا، نقطه زيت ونمسحها بمنديل. والعجينة بقى نفردها. كده. علشان نحطها نفردها على التارت، على صينية التارت او صينية الباستا فلورا اللي احنا عاملينها محضرينها دي. انا عايزه افردها تبقى طبعا ماسكه شويه مش سلسه قوي، ولو اتحطت في التلاجة كمان شويه هتلاقيها بقت ارخم حبه. بس هي دي العجينه عامله كده، بس تستاهل بصراحه لان طعمها ظريف جدا. انا عايزاها تبقى رقيقه علشان ما تبقاش تخينه، ما تبقاش حلوه وهي تخينه. النشابه دي برضو مش مساعداني مش عارفه ليه. بس كده اهو ترفع معايا اهو. العجين عشان فيها بيض فبتلاقوها ايه ماسكه شويه. بس نجيب بقى الصينيه نسلكها كده بالراحه. نجيب بقى سكينة وهنقطع كل الزيادات دي. وهنا برضو كده. كده اهو بقت ايه ظريفه وجاهزه. حاولي كده تبططيها برضو وتوزعي العجين لو في حته العجينه فيها اتخن من حته تانية. كده اهو ادي القاعده بتاعه الباستا فلورا جاهزه. عايزين نعمل بقى ايه بشويه العجين اللي هنا ده، بس نفرده كده شويه برضو اكتر. اي شكل بقى تقفليه عليه من فوق براحتك. انا عندي هنا نجوم مثلا، ممكن نعمل شرايط كمان. ومعانا المربة المشمش هنحطها بقى هنا كده نفردها. ممكن تحطوا على فكرة اي مربة تانية يعني مش لازم، بس هي يعني اصلها بمربة المشمش. عايزين تحطوا مربة فراولة برضو هتبقى ظريفة جدا زي ما انتوا عايزين. كده اهو. وتعالوا بقى نقطع شرايح مثلا كده ونقفل التارت مثلا كده اهو. كده
كده اهو. وكمان كده وكمان كده واخر واحده كده. ونعمل حاجه كمان معايا قطعت نجوم، ممكن بقى ايه نعمل نجوم مثلا، او لو عندك قلوب بقى مثلا برضو هتبقى ظريفة جدا، يعني زي ما انت عايزة. وهندهنها بصفار بيضة عليه معلقة صغيرة من الفانيليا، وكمان معلقة كبيرة من اللبن، وندخلها الفرن درجة حرارة 180، هتاخد لها تقريبا 20 دقيقة لغاية لما تلون كده وتاخد لون ظريف، تبقى الباستا فلورا جاهزة وخطيرة. حاضر، عندنا فاصل. تمام، انا خلصتها كده، هدهنها بس وادخلها الفرن زي ما اتفقنا درجة حرارة 180 20 دقيقة. باستا فلورا عجينة سهلة جدا وبسيطة، ما فيهاش حاجة. هتعمليها وتفرديها ونحط مربة المشمش، وفي الفرن ان شاء الله تجربوها وتعجبكم.